خلينا ما نسيبو لي زاسون تاع الكراج هذيك، طوروه في لي تونا في التربوده. السلام عليكم ورحمة الله. أزور في اللون كاين ناس اللي ما يهبوش التهديدات، ما يهبوش التخويفات، ما يهبوش القمع والتعنيف، ولما يتعرضوا للقمع والتعنيف يبقاو يتبعوا في الجلاد، في النذل اللي يستغل قوته وباش يعنف مواطن ما عنده حتى شي في يده، مواطن ما عنده حتى نية باش يعتدي على أي واحد. ولكن لما يعتدي عليه الشرطي بذل ما يسكتش. هذا ما يحصل مع الصحفي سعيد بودور. الصحفي سعيد بودور منذ مدة وهو يعاني في المطاردة والملاحقة البوليسية والقضائية من طرف العصابة، يعني هذو أجهزة تاع العصابة. الصحفي سعيد بودور لما عنفوه وضربوه الشرطة ووقفوه بالقوة كي خرج، وهما هو درك راهم حاطينه تحت الرقابة القضائية، أدلى بشهادته للمنظمة الدولية أمنيستي، أمنيستي انترناسيونال، وهذا الشيء يعني خطير، شيء خطير، لأنه أمنيستي انترناسيونال تعمل تقرير سنوي ترفعه وتطلع عليه كل الجهات النافذة في العالم. بالتالي يعني كل حال العصابة الحاكمة في الجزائر عصابة مقصدرة، وجههم مقصدرين، الناس ما يحشموا يجعوا دي فوايو، واش يجيك من عندهم فوايو يحشم فوايو ما يحشمش. ولكن المهم انه سعيد بودور تحدى العصابة وادلى بشهادته لمنظمة امنيستي انترناسيونال، وحكى لهم كيفاش تم توقيفه نهار 23 افريل لما كان يغطي في الحراك في وهران، كان يغطي في الحراك ما كانش دار شيء اخر. جاو وقفوه البوليسيه، كانوا تقريبا 5، ضربوه بالدبزه بالكتبيات بالمطارق بالكفوف، يعني سبوه. هذا كلام حطوا قالوا في الشهاده ديالو الامنيستي، يقول مازال عندي اثار على فمي قدام فمي تاع الضرب اللي ضربوني، وكان وجهه كله بالدم لما وقفوه. ويقول انه حب يرفع دعوة ضد البوليسية اللي ضربوه. هاليك الرجال كيفاش مش ضربني وقال بشكل راك بوليس، مش كاين بوليس ضرب يرفع بيك دعوة، بالرغم انه على باله باللي العصابة ما تسمحش بذلك، ولكن هو مصمم على انه يرفع الدعوة بالبوليسية اللي ضربوه. ما كاش حدا هادي. وكانوا شدوه من نهار 23 حتى 29 افريل وهو عند الشرطة. لما تلقوه السيد هذا قلنا كان يغطي في الحراك تغطية صحفية، كي تلقوه واش داروا له تهم؟ سي نورمال، شي طبيعي مع لي فوايو يحطوا له انه تعدى على اعوان الامن وقام باعمال جد خطيره ضد الامن الوطني، ومشبوه باعمال ارهابيه ضد الأمن الوطني والتآمر ضد الدولة. يا سيدي هذا ما يغطي ولا فيه تآمر ضد الدولة، إرهابي مش بالأمن الوطني، ما خص والو، مش راح يزيد رفقاك تاع فينقة. ومن بعد فريق يقول لك خلاص اخرج براءة ما كان والو،
ولما يجيهم الضرب على الراس يولوا يطلبوا. داير واحد عنده هاد التهم هادو، كاش تطلقوا عايش تطلقوه؟ إن رانمو سعيد بن شرعي في الحبس، هذا إرهابي، إرهابي تخليه تحت رقابة قضائية، ما تجيش. واحد أمر ضد الدولة تخليه تحت رقابة قضائية، هاي ما تجيش. واحد مس بالوحدة الوطنية، لا. أما الاتهامات تاعكم فالشو، وانتم كذابين وانذال وتحكموا بالرخص وبالكذب، اما السيد هذايا فور عليكم، مش عارف شو من قوة عنده، ما قدرتوش تشدوها رغم كل الاتهامات، ولكن الارجح هو انكم انتم كذابين، انتم فاسقين، انتم انذال، تلصقوا اي تهمة للفحولة، ولانه الراجل هذا فحل بن فحل، وانتم ارخاص بني بني رخاص، فوالا عداوة، القضية ما بين رخاص وفحولة، ما بين راجل وانذال، هاي ديك القضية وين راهي، تستعملوا تهم كيما هادي، هاو سيدة، هذا ما يرضخش، هادو من الصحافيين اللي ما يرضخوش، فوالا، ربي يقدر الخير لبلادنا، وكل تحية تحية للصحفي سعيد بودور وللصحفي القاضي إحسان وخالد درارني وكنزة راديو آم وكل صحفيين الأحرار، كل صحفيين الأحرار، لأن الحمد لله كاين صحفيين الأحرار ما همش حتى منهم الأغلبية اليوم للأسف راهم أنذال خدامي حزام عند العصابة للأسف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صحافي حر.